انت بتشتغلي لتكوني مؤثره على مواقع التواصل الاجتماعي او بلوجر، امل سويدان مثل ما هي مؤثره وبشكل كثير كبير وحاضره، شو بتحس الفرق؟ وين تاثيرها وين تاثيرك؟ انا بدي اسالها سؤال، اسالك سؤال. انا انه بتمنى انه ما يكون في اي مشكله شخصيه مع حدا. تخبي وراي. لا لا انا عندي سؤال. انت انا ليك انا تاثيري انه معروف، انه عم اثر لحتى على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستا، تيك توك، رياليتي، الحقيقه، ايه، لحتى نقول للعالم انه هيدي الحقيقه مش الكذبه. ما نخاف منها، ما نرغب منها، انه نحن فينا نطلع على السوشيال ميديا بشكلنا الحقيقي. طب انت لما بدك تطلعي تاثري الناس، كيف بدك تاثري فيهم وانت بالمقابل منك مقتنعه بحالك؟ لحظه، مين قال لك انه انا ماني مقتنعه بحالي؟ لحظه لحظه لحظه، شيرين جاوبيها وجاوبيها. ايه ايه، اولا لحظه، اولا لما بتقولي للبنت انه عملت فلتر، هلا ليكي حاشيل انه انا نعم عملت فلتر مثل شكلها طبيعي. لا لا، ونص شيرين مقتنعه وحابه شكلها، بس انا اللي بدي اقوله شيرين، بس بدي اقوله انه انت موجوده وحلوه وبتجننه، وامل موجوده وحلوه وبتجننه، هي اجمل مني، وانت حقيقه وهي حقيقه، بس هدول حقيقتين مختلفين. شوفي، يعني لا احكم على حدا، بس انا الفرق بيني وبينك انه انا باثر بطريقه ايجابيه، انت بتاثري بطريقه سلبيه. لا 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 لحظة، من لما انا بطلع بقول لبنت لحظة معلش، انا هلا قدام الكام حاشيل شكلك على جنب، اوكي، مع احترامي لإلك، بس هيدا الهجوم اللي فايتي فيه، لا بدنا شوي نروق. لا لا معلي، اول شيء لحظة، اول شيء ماني مقتنعة بحالي، بعدك لا بتعرفيني ولا منك، منك من متابعيني، ومن وهلا شفتيني ما فيك تحكمي علي اذا بتريدي. وشغله ثانيه، ما فيك تقولي لي انت انا عم باثر بطريقه سلبيه. انا لو عم باثر بطريقه سلبيه انا ما كنت وصلت للي انا فيه هلا. شو هو اللي انت فيه؟ شو ما كنت، شو ما كنت على السوشيال ميديا، ما كنت كنت هون. اول شيء ما كنت كنت هون، معلي مع احترامي لك، اول ما فتش فقت عليك مش لانه شيء. لا 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 شيرين، الشفقة مش الشفقة مش كلمة، شفقة بتعرفي شفقة ما فينا ما ناخذ ما ناخذ الحكي على المسطرة. إذا لا بدنا ناخذ المشاهد، ما بيقبل الكلام، حتى كل كلمة محسوبة علينا شيرين. أكيد أكيد، كل كلمة وأنا مسؤولة، كل كلمة محسوبة علينا. ما أنا لما شفتها من هونيك قلبي هيك عمل لها وحيد، دمعت، حبيتيها حبيتيها، هي محبة، هي محبة، هي مش شفقة. عم قلك مش شفقة، ياخذوها بطريقة، دمعت بمطرحي، اوكي، وانا بحترمها وقلت هي اجمل مني، عم تسمعوا، هي اجمل مني، بس ما فيها تيجي وتحكم علي انه انا ما عندي ثقه بحالي او انه انا عم اثر بطريقه سلبيه. شكرا شيرين، شكرا شيرين، بس انا بدي رد، بدي رد عليها، انا بدي رد، لا لا ما رد عليها برواق، بس انك حكمت علي هيك من ولا شيء. ما لما اجي احكم عليك شو حتعملي؟ اللي حكيته شيرين انا عم بحكي، حكيت اللي حكيته منطقي، بس اطلعي فيي لإلي وجاوبيني السؤال. هل بنحكم كمان على المراه اذا كانت جميله انه فارغه؟ هل بنحكم اذا بتعمل عمليات ما قلت ما بتفكر؟ هل بنحكم اذا امراه هالقد حلوه ومرتبه هي عم تاثر سلبا؟ ليه حكمت انه هي بتاثر سلبا؟ انا مش لانه الترتيب والجمال هو مؤثر سلبي، لا. شو السلبي؟ لانه صار في صوره نمطيه عن المراه الحلوه، لازم يكون عندها شكل محدد لتعتبر انثى. ما صار في تصوير لصوره الانثى عم تكون. امل عم تحكم على كل النساء اللي عم يطلعوا على السوشيال ميديا اللي هن من ضمنه ممكن يكون انا. اكيد انا مره صارت معي جدل مباشر مع وحده. نعم. هي كانت عندها صحة زايدة وضعفت. نعم. عم تطلع تقول للبنات انه ما بيأثر، قبلوا حالكم، جسمكم كيف ما يكون. وانا عندي فيديو عن هالموضوع انه الواحد ما بحق له يتدخل بالشخص اذا ناصح او ضعيف. نعم. انا ما عم بتدخل فيك لاحكم عليك، انت يا حر اعمل التجميل بدك اياه، منك مأثرة علي. بس انا لما بدي اقول لشخص انت حب حالك كيف ما تكون، بالمقابل لما بسالك انت قد ايه كان وزنك قبل ما توصلي لهالمرحله، بتقولي انا ما بدي جاوب. طب انا لما بدي اقول للانسان حب حالك بدي فرجيه انه انا مرقت بضعف لوصلت للقوه. بدي فرجيه انه الضعف مش عيب، انه الواحد قبل ما يغير حاله مش عيب يفرجي حاله للناس كيف كان وكيف صار.